مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من سليبرتي على السومرية. ضيف اليوم ضيف مهم، فرحبوا معي مع النجم الرياضي محمد مصطفى. اهلا اهلا. هلا يا هاب، شلون حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. انا بخير، انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. يعني اليوم انه انا سعيد دا اصور ويا نجم النجوم بالكرة الرياضية ونجوم بلدي بكل الأصعدة، وكون انه انت ما عندك لقاءات تلفزيونيه هي مطوله، فهذا اول لقاء لك بكواليس العائله، تحصيلك الدراسي وحتى من خلال النجاحات والانجازات. فعلا نبتعد عن الاعلام. اول مره انا سعيد جدا بتواجدي معك يا حبيبي، واكيد راح تكون حلقه مميزه بوجودك. اكيد سلم. واكيد انا من فتره طويله انا بعيد عن الاعلام، وان شاء الله اليوم راح تكون حلقه يعني مطولة، وحلقة أتمنى ما تنتهي بسهولة إن شاء الله. فأنت جاهز؟ أكيد جاهز. أوكي، طن على الكاميرا وان جاهز؟ جاهزين، خلونا معك. وطن على هاي الكاميرا جاهز؟ جاهز، انتظرونا مع أكيد ما راح يرحمني اليوم. أنا جاهزين، تفضل. يلا حياك. طبعا أول ما جاني اتصال مني هاب، احنا التقينا بالصدفة، كنا اثنيناتنا جايين من السفر، وأكيد اكو خفايا وأسرار راح تعرفونها عني، فإن شاء الله تكون حلقة مميزة وأكيد راح تحبوها. هل الجوع والحرمان، هذه المعاناة صنعت منك نجم رياضي؟ هل كرة قدم اليوم أصبحت دولة لها رئيس وبرلمان وحتى نواب؟ يقال أحد علماء النفس كل سليبرتي يصاب بحالة اكتئاب، فكيف يعالج هذا الاكتئاب؟ يعني من بعد 18 ساعة تصوير، المكائد، قطعان الرزق، كون أنه إحنا اليوم مشاهير، فيقول لك يعالج يا أما يروح لبحر، يا أما يروح لمنطقة خضراء، يا أما يكون سفرة جميلة أو أكل طيب، أو أنه هو يطبخ الأكل أو أكله يحبه حتى يطلع من اكتئاب الوصب. شنو اللاين اللي هو يطلعك من اكتئاب الوسط كسليبرتي انت؟ شوف حبيبي استاذ ياب، اكيد شفت عيونك هي اللي طلعنا من سلم هذا الخط. اول مره لازم الانسان يعرف يعني من الانسان يمر بضغوطات عاليه، فلازم يبتعد قليلا عن هاي الاجواء. فاكيد هاي الامور وهاي الاشياء يعني تسبب لها ضغوط نفسيه كبيره. انت الضغوط من تصير وين تروح؟ بحر، تسافر، اكل؟ اكيد البحر يعني هذا الشيء اساسي موجود عندنا، لازم واحد ياخذ فد ريست على البحر، يعني يمكن يجوز انا اطول بالريست مالتي على البحر. ها اوكي. اي يعني اخر شيء ياخذ اذن ساعتين او ثلاث ساعات، يلا واحد يريح عقله. انصبت بحاله اعتزال الناس واعتزال المحيط واعتزال الوسط الرياضي، كون انه انتم مشاكلكم هوايه، منافساتكم هوايه، وإضافة أنه أنتوا تختلفون، كون أنه إحنا اليوم ممثلين ومذيعين، يعني الوسط مالتكم شهرته أوسع، فرصة أكثر، إغراءات كثيرة، ومنافسات اللي هي غير سوية كمان كثيرة. أنصبت بحالة اكتئاب؟ لا لا، طبيعية هي. شوف المنافسة في كرة القدم تكون طبيعية، بس مرات يعني تكون وجهات النظر حادة صراحة. يعني اليوم أنا أجي كمثلاً كمدير فني او كشخص مسؤول في النادي، انا ما اقتنع مثلا للسين من اللاعبين او صاده من اللاعبين، فهاي تكون احنا متقبلينها برحابه الصدر. يعني نفس ما قلت لك انا الضغوط موجوده، خصوصا احنا علينا كرياضيين وكلاعبين يعني بكل مكان، يعني سواء كان في الشارع او ما جاوبتني اماكن اللي انصبت بحاله اكتئاب من الوسط. لا لا، قائد، قطعان رزق، تشويه سمعه، اكيد انه هي توصلك انه انت اكيد هذا الشيء موجود. انا قلت لك بس خليت ما خليتنا اكمل حديث. اريد محمد، ما اريد شيء عام. كم محمد؟ اكيد هذا الشيء موجود، يعني خصوصا انا انصبت به في فتره من الفترات، سواء كنت هنا في العراق او خارج العراق، بس الحمد لله الانسان اللي عنده تارجت وهدف دائما مركز على حاله. من اولاد بلده؟ اي هذا الشيء موجود. شنو؟ يعني انصبت في فتره من الفترات، يعني قبل خروجي من العراق قبل تقريبا 4 سنوات او 5، يعني سبب لي في ضغوط نفسيه يعني مو شلون ما كان. من اولاد بلدي؟ من اولاد بلدي بالطبع، اكيد يعني من ناس فنيين او ناس رياضيين او غيرهم، فالحمد لله قدرت انا اعدي هاي الشغلات يعني بسهوله بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل. اول شيء تفضل، اول شيء تتحب الاكل؟
نوعا ما نوعا ما ايه بس تعرف يعني احنا هي هذا جايك على السؤال الاهم، شلون تحافظون على لياقتكم؟ وهل فعلا مثل ما يشاع من مدير النادي الى المسؤول عليكم انه انتم كل شيء بالورقه والقلم، لكم يوم واحد فري ما بعد اجازه المباراه او ربما اسبوع انه تتاكلون عادي، تشربون مشروبات غازيه، عصائر بها سكر؟ شوف احنا كرياضيين خصوصا لاعبين كره القدم، لاعبين كره القدم البروفيشنال ايه، فلازم تكون عندك فد بوليغرام قال لك اياه على طول الاسبوع، حتى باليوم اللي تريد تفتح فيه فلازم تكون حريص. غشيت فد يوم وكشفوا؟ اكيد، يعني اللي احد يشوف، انا كنت يمكن 5 سنوات ونص في الامارات، فواحد يشتاق لك العراقي، فدايركت اروح المطاعم العراقيه موجوده كثيره في دبي. ايه اروح هناك وفي نهايه الاسبوع يعني بس ثاني الويكند على مود اروح اغش. لا يعني مثلا عندك اللعبه او عندك الدوم تدريب وغشيت؟ لا لا لا، هنا انا ما غش. اي ما غش انا ما غش، يعني لين تعرف احنا كل شيء عندنا محسوب علينا، يعني اكو اجهزه يمكن حديثه في دوله الامارات في الانديه اللي تلعبش فيها فتكشف كل شيء يعني بالعراق. لا ما موجوده للاسف، يعني تقدر تغش براحتك، بس اللاعب لازم يكون حريص على نفسه هو، يعني هو ركب على حق. اكيد اكيد، اليوم انت شوف كل مكان، اذا ما تكون انت حريص على نفسك لان هذا مستقبلك انت، هذا الفيوتشر مالتك، فانت اذا ما تكون حريص على نفسك فاكيد هذا راح يمكن ياثر عليك، يعني انت كشخصيا يجوز مثلا راح تغش عن المدرب او الناس المختصه بهذا المجال، سواء كان مدرب التغذيه او الناس الدكتور الموجود على هاي الامور، فما راح يكون عليك حريص 100%، يعني انت حريص على نفسك. اكيد. الممنوعات للاعب كره القدم يقال هم 4، تعرفهم انت ولا اعرفهم اني، او انه ارد اعرف هل هو هذا صح ولا غلط، بما فيهم كريستيانو. اوكي، 4 ممنوعات قصدك بالمجال التغذيه؟ لا لا، بشكل عام. أي. كلاعب كره قدم. أي. كلاعب كره قدم محترف. أي. عندكم 4 ممنوعات انه هي اساسيه، وهذه هي في قانون كره القدم، اللي هي العلاقات الجنسيه، اللي هو السهر فعلا، المكملات الغذائيه اللي انتم تاخذوها ايضا بكيفكم هذا هو يكون ممنوع، وكمان المشروبات الكحوليه. شوف هي هاي الاشياء، 4 الاشياء فعلا، هذه الاربعه، هاي الاربع اشياء تقصر عمرك بالملاعب. يمكن هسه انت جاي تشوف، يعني عندنا احنا كلاعبين عرب، او بابسط مثال كريستيانو رونالدو، يعني وصل عمره يمكن هسه بال 35 40 40 ايه، بيبي وصل عمره تقريبا 42 سنه، اجيك للعرب اسماعيل مطر عمره 41 لاعب منتخب الامارات، يعني كثير من اللاعبين. في كل ما تكون حريص على نفسك بهاي الاشياء كل ما يكثر عمرك بالملاعب. مرات يقولون العمر مجرد رقم، فانت من تكون مثلا بعيد على هاي الامور اللي هي اي الامور اللي ذكرتها انت قبل شوي، الاربعه اللي هي يمكن انت اختصرت كل شيء بهاي من ذكرتهن، فمن تكون بعيد عليهن فاكيد راح يطول عمرك بالملاعب، فاذا تهتم بهاي الامور، في هاي الامور موجوده يمكن بكل بلدان العالم، يعني موجوده هاي الامور، بس من تكون انت اي فمن تكون انت بعيد عليها وتخلي لها مثلا، يعني ما اقول لك مثلا كل انسان، يمكن اغلب اللاعبين متزوجين، اغلب اللاعبين عندهم عوائل، بس من تكون بعيد فاكيد راح يطول عمرك بالملاعب، بس من تكون تلتهي بهاي الامور او خلاص مثلا تكون مثلا كل تفكيرك بهاي الامور، تعرف احنا يمكن هاي الاشياء يمكن اسهل منها ماكو وموجوده بكل مكان، بس من تكون بعيد عليها فراح يطول عمرك، او من تكون قريب وتتعمق بيها فاكيد عمرك راح يكون قصير، يمكن ما تعبر ال 34 33 سنه وتبطل كره قدم. لذلك انه انتم عندكم فحص قبل موعد المباراة، هذا الفحص هو يقيس جهدك كجهد الصحة اللي انت فيها، واذا كنت متزوج كمان نفس الشيء، ويكون انه اكو ممنوعات وتحذيرات من قبل اللي هو المدرب، وخصوصا اعتقد اللي كان يقال يعني انه هو كلش حريص اللي هو كاساس، بحسب قول بعض المدربين يقول لك هو ربه من جديد وصنع من جديد اللاعب العراقي. شوف العقليات اللي يعني كان قبل انه اقوى واسطات واقوى اشياء، وهذا جاي لك بالموضوع فعلا. شوف المدربين الاجانب دائما ما يركزون على الاشياء، لا يقول لك هذا اسمي، او تعرف تو من جاي يعمل، جاي يعني تقريبا من اسبانيا، درب عمل مساعد مع لويس ريكي، عمل مساعد مع كثير من المدربين، عنده السي في قوي، يعني فاكيد من جاي للعراق، وتعرف العراق بلد يعني يمكن من عشاق كرة القدم، يمكن تعرف الملاعب اللي هذا يحضر 60,000 وما يحضرون 100,000، ف
من يجي الاتش ام مكان فلازم يغير، واحنا خصوصا بالعراق كان يحتاج لنا تغيير جذري وجايك عليه. اي بس كمل. وهذا الشيء يمكن حصل مع المنتخب العراقي وحصل مع المدرب كاساس يعني فعلا يقول ربه يعني علم. اكيد اكيد. انا بالنسبه لي انا يمكن بالاونه الاخيره شفت مختلف، يعني شفت منتخب مختلف، شفت مختلف من جميع النواحي، يعني من بدنيا مختلف، خلى اللاعبين يعني يعتنوا بانفسهم اكثر، يعني يمكن اكثر من اللاعبين. انا احكي لك، انا قبل لا كنت اطلع من العراق كنت جزء ما اعرف شنو اكل قبل المباراه او بعد المباراه او شلون استشفي او شلون. بس من انت روح تتعلم، يعني من انت روح تشتغل مع مدربين اجانب مع يعني طاقم محترف هاي الاشياء، فاكيد راح تتعلم كل شيء. وانت ما راح تتعلم فبعد ما يحتاجك حتى اصلا مدرب، انت تكون حريص على نفسك. فالكاساس غير من شكل المنتخب ومن اللاعبين ومن ثقافه اللاعبين، يعني انا كوني قريب على اللاعبين يعني غير منهم تغيير جذري. فهذا اللي خلق كاساس في المنتخب العراقي، والدليل يعني نتائجه تكون هي شاهد عيان علي. اكيد. خليني اروح ل ل ل لفصل مهم وجاوبني ايضا، هو يكون بايجاز، من وين حضرتك؟ من العراق. وشلون انه اجتي فكره انه انت تكون لاعب كره قدم؟ هل كان في هذا الحلم مخطط؟ ومنو اللي كنت تشوفه قبل وانت طفل وهو اللي ربما حببك بكره القدم؟ شوف اعطيني اول شيء، من وين؟ من العراق تحصلك الدراسي؟ انا من البصره. اي انا واصل سادس اعدادي تقريبا، يعني كره القدم هي خلتني ابتعد عن الشهاده، اي على الدراسه، وكنت امني نفسي ان يعني تصير لي فرصه ان ارجع اكمل دراسي. صراحه انا من البصره، من العراق بالبصره، لعبت كره قدم وانا ترى بالحواري والشوارع، يعني وانا صغير. اي بالمدرسه كنت شابع يعني كتل من الوالد والوالد انا مدعو في المدرسه واروح كره قدم، بتعرف هي هاي هوايتي من كنت صغير يعني. فالحمد لله كنت يمكن بال 2007 وانا كنت طفل يعني، فرسمت لي تارجت من ذيك اللحظه، يعني في نهائي كاس اسيا. ها في نهائي كاس اسيا في 2007 بهذه اللحظه انا رسمت لي فالتارجت يعني خلاص. والحمد لله والشكر، الانسان اللي يحط له تارجت وهدف لازم ان يقطع لي ستيب باي ستيب، يعني خطوه خطوه على مود يوصل هذا التارجت. والحمد لله والشكر، يعني الانسان اليوم اللي بدون هدف اكيد ما راح تسوي شيء. يعني اللي صار بكاس اسيا اللي هي مجموعه يونس، مجموعه الكابتن يونس محمود وعلي سيار حيمو، هم اللي حببوك بكره القدم اكثر. انا كنت يعني قلت لك امارسها في الشوارع والحواري وهذا، بس ما كانت يعني كنت يعني افكر فاروح مثلا امشي بعيد بيها وهذا، انه هو البلان المخطط. اي اكيد ما كنت يعني، بس الحمد لله من شفت الوضع، يعني تعرف مرات الانسان يصير عنده شعور داخلي يعني يطلع من عنده وهو ما يعرف يعني شو راح. مجرد ما شفت خصوصا هي المباراه النهائيه، انا كنت من اتابع البطوله من اول مباراه نهايه المباراه، كون كنت عمري صغير يعني ومتولع وتاني مباراه دقيقه دقيقه انتظرها. مجرد قلت لك يعني حتى يعني من المنتخب العراقي فاز الكاس اسيا، فهاي اللحظه يعني ما قدرت اسيطر على نفسي، يعني ظلت انا ابكي ودموعي نزلت لا اراديه، كانت يعني شعور مختلف بوقتها. فهاي اللحظه انا رسمت لي تارجت ان اخذي خط هاي اللاعبين، والحمد لله والشكر انا وصلت للاشياء جايك. يعني هي كانت هذه هي الخطوه الاولى، وكان انه هي ب 2007 هذا كانت بلين كان سقوط النظام، وكانت انه الوضع الامني ما مستقر وهم اجوا بفوز، فربما هنا كان اكو انتعاش للعوائل العراقيه. يقال كل شخص ناجح ينجح مو من فراغ، هي تجي من جروح طبعا ومعاناه وجوع وفقر وحرمان. حضرتك انت من منطقه نوعا ما شعبيه، صحح لي اذا معلوماتي ايضا غلط، منطقه شعبيه. انت مثل ما قلت لي انه انت الوحيد لاهلك، لكن اللي انا كون عامل سيرش عنك انت مريت بطفوله غير سويه، بها جوع وبها حرمان. الجوع هو مو جوع الماده وجوع الاكل، لا لا لا، هو بشكل عام المسؤوليه هي صارت على عاتقك انت، في رقبتك مسؤوليه كبيره اللي هم اخوانك، والدك شويه كبير بالعمر ووالدتك نفس الشيء، اضطريت انه انت تمتهن شغل ثاني في سبيل انه انت تعين والدتك ووالدك واهلك يعني. ومن بعدها انه انت حلمك لكره القدم كنت راسم انه انت راح تخلي
الأهلك بيوت وقصور وتعوضهم على اللي هم شافوا واللي ضحوا في سبيل أنت وإخوانك. هذا الكلام صحيح اللي وصلني؟ فعلا أنا كنت من منطقة شعبية والحد الآن يعني في هاي المنطقة أنا ما أقدر تطلع، الوالد ما يخليني أطلع من عنده. طفولتك كان بيها حرمان؟ طفولتي كانت بيها حرمان صعبة، كنت محارب، كنت يعني أن شغل لك يعني أنا والدي يعني الحمد لله هو شغل مؤدب كان يعني قصة بناء يعني خلفه مال بناء، فكنت يعني من يعني يجي من الشغل وأقول له الله يساعدك يعني لا شوف شو يصير بي أنا بالقوة يرد علي يعني توقع درجة الحرارة يمكن 50 ويجي هو في الصيف يمكن شهر 7 أو شهر 8 فما أشوف يعني ملامح وجهه قسما بالله يعني ما قدرت مالك نفس. وأنت بعمر؟ وأنا بعمر تقريبا يعني شغل لك 12 سنة 13 سنة يعني بعد من صغير، فالحمد لله قلت لك كنت يعني حاولت أشتغل واشتغلت الحمد لله. شو اشتغلت؟ يعني اشتغلت في محطة بنزين، اشتغلت في مستشفى منظف يعني، وأنا كنت بهاي الأشياء وصلت لهاي المرحلة. أنا كنت أنا عيل والدي شغل معي باليوم، حاولت يعني مرة ومرتين أنا أساعد والدي، يعني والدي قد أكو عمال وياه يعني قلت له أتكلم معه أقول له بابا خليني أطلع معك، ما كان يوافق يقول أنا مكسور ظهري ترني أما أكسر ظهرك يعني وياي لا مستحيل. فيعني كانت أمور يعني مريت بها يعني جدا حزينة. بس الحمد لله قلت لك هو أكيد الإنسان يطلع من رحم المعاناة دائما يعني الإنسان هذا ذكرت لك إياه. إيه فطلعت من أشياء يعني كنت حيل متأذي من عدها، فالحمد لله والشكر عوضت أهلي عوضت والدي. جايك هنا أنا إنه أنت نمت فد يوم إنه أنت تبكي على المخدة وكمان إنه أنت تتمنى إنه يتغير حالك إلى حال، وبالتالي حتى أول شيء شوف نظرة المجتمع دائما هي نظرة قاسية للمحتاج، الاحتياج اللي هو يكون نفسي، الاحتياج مرات يكون مادي، والاحتياج مرات إنه هو يكون عاطفي. ولا تقول لي ما كنت إنه عينك على عين الأطفال اللي موجودين بعمرك إنه هو اللي والده جايب له سيارة، ولا اللي والده أيضا إنه هو لابس ملابس أنيقة، واللي كمان إنه هي والدته إنه هي تسافر وإخوانه. لا تقول لي إنه ما راحت عينك على هذه الفئات من المجتمع. شوف أنا كنت كلمت وياك خلف الكواليس دائما المقارنات تكون قاتلة. أنا دائما من أنا صغير لحد هذا يومي ما قارنت نفسي. أنت طفل لما تكون كامل. أعرف أعرف بس دائما ما كنت يعني كنت أتمنى أصير أفضل من يوم مثلا، وأنا مثلا اليوم كنت أتمنى بكرة أكون أفضل من نفسي أنا شخصيا، أما من غيري لا ما كنت أقارن نفسي بغيري، لأن الإنسان اللي قارن نفسه بغيره فهذا راح يروح بمكانه، فمستحيل أن يتقدم خطوة للإمام. فأنت دائما ركز على نفسك، أنا كنت أركز على نفسي، يعني أنا كنت أتمرن وألعب والصبح أروح أشتغل. أنا مود شو أوفر أوفر لأهلي، أنا مود أقول يعني يوم من الأيام يعني جزء تغير حال من حال إلى حال. فكنت أنا يعني يومين أشتغل وثلاث أيام بالتمرين، يومين أشتغل وثلاث أيام بالتمرين على الأقل. كنت يعني يمكن بداية عمري كنا فات عمرية خصوصا بالعراق يمكن حد الآن ما يعطون رواتب للاعبين، يعني رواتب ما يعطون للاعبين، يعني أنا لازم أوفر مثلا حالي. يعني أنا كنت أداوم مدرسة إنه بعدين عفت الدوام وبعدين فاس وإنه بعدين رجعت، فصارت لقيت لك هواي مطبات. فأنا يعني إذا أقول لك مثلا ما كنت أباوع، لا أباوع العالم، يعني الحمد لله تركب سيارات فارهة في حزن خاطرف إنه والدي ليش مو تلبس أحسن ملابس. بس قلت لك قسما بالله ويمكن هاي أول مرة أقسمها أنا، يعني وهذا أول مرة بتكلم أنا والدي يعني بهذا الشغل مالته والتعب، بس ما خلاني محتاج أي شيء. احترافك خارج العراق حقق نجاحات كثيرة، لكن السؤال الوجيه هل هو أهم من الأندية أو من المنتخب العراقي؟ هل في صداقات حقيقية في الوسط الرياضي أو نقدر نقول ما خفية كان أعظم؟ من وين كنت تشتري كرة القدم الملابس وانت على قد حالك يعني، وبالتالي هذا الملعب يراد له أنه تلبس الشورت الرياضي والدريس وكمان أنه هي تكون الشوز، من وين؟ والله قلت لك أنا يمكن قلت لك أنا قبل شوية تكلمت معاك قلت لك أنا كنت أشتغل. ها يعني كنت تروح تشتري يعني؟ كنت راح أشتغل، كنت ونوعا ما كنت أخذ من زملائي اللي هم كانوا في المنطقة، يعني كنت أعرف فترة يعني حتى ما تنازع عن حلمك يعني. إي ورا 2007 يعني كان الوضع شوية صعب يعني فلوس ماكو فلوس ماكو استوى يعني سقوط، طبينا مشاكل ثانية مال الطائفية حروب طائفية ما طائفية. فقلت لك كنت أشتغل، كنت زملائي في المنطقة يلعبون اليوم أكبر من عندي سنا يعني أوجه لهم التحية جميعا.
فكنت اخذ من عندهم. فالحمد لله قلت لك هاي شوي سهلت لي هواي امور، يعني اخذ عندهم الشوز مال كره قدم، اخذ عندهم التيشيرت وراد العب بي وارجع لهم، يعني فهاي الامور حد ما يعني رحت يعني درجت في الانديه، يعني من بدايه ناشئين البحري والنوبه عاد انتقلت لنادي الميناء وكملت جاهزك. ويليام شكسبير سألوا مرة فقالهم شنو أخطر جريمة بالعالم حتى أنه تتعمل عليها مسرحية، تتوقع شنو جاوبه ويليام شكسبير؟ جاوب أنه أخطر جريمة تقام في العالم هي جريمة الجوع وهي جريمة الحرمان. أقوى جرائم أنه هي الجوع، مرات يخليك أنه أنت قاتل أكيد، والجوع مرات أنه يخليك أنه أنت غير سوي، والجوع مرات أنه يخليك تتخلى عن مبادئك، والجوع مرات أنه يخليك تبيع بلدك وأصلك وكثير من الأشياء. وهذا بالتالي اليوم هو واقع حال فعلا. صار عندنا فترة من الفترات. علمتك هذه المرحلة شن؟ الجوع والحرمان والعائلة البسيطة والاحتياج البسيط والقناعة. وهذا لو نرجع فلاش باك بي، كان ما في هذا الانفتاح اليوم اللي احنا بيه، ما كانت اكو براندات وساعات وسيارات وفلوس وكروت بنك وسفر متواصل. هذيك المرحلة شنو علمتك؟ شوف، في دائما انت لازم تكون صبور وقنوع في كل شيء. اي نو. ايه. كيف محمد شنو علمتك؟ علمتني هواي. انا يمكن غيرت الكاركتر مالتي يعني 190 الف درجة، خصوصا هي هاي فترة الجوع، فترة الصبر، يعني لازم تكون صبور هنا بلش. انت ولازم تكون قنوع باللي عندك. اما اذا انت بالمكان ولازم يعني من الباية الاولى تطفر العاشر باية، فهنا راح يعني تواجه مطبات كثيرة بالحياة، يجوز توقع يعني. وانا وقعت مرة ومرتين وثلاثة واربعة، بس الحمد لله قلت لك هاي الفترة علمتني هواي وخلتني انا اكون شخص قوي. فانت دائما الحرمان الشخص اليوم اي شيء دائما ان تنحرم من عنده، يعني مرة ومرتين وثلاثة، اذا ما ترجع تحاول وتجتهد وتصبر وتضحي، شوف هي نكران الذات والتضحية، اذا ما تكون عندك فانت ما راح تحصل على اي شيء بالحياة. فهاي الامور لازم تكون عندك، لازم ان انت ترسم لك خارطة الطريق وتمشي عليه. فقلت لك انا تعلمت هواي اشياء، وانا هاي الامور اللي مريت بها ذيك الفترة يعني فكانت عصيبة جدا صراحة، بس خلتني انا اغير الكاركتر مالت 190 درجة. يعني يقدر الانسان من لا شيء هو يصنع اليوم انه يكون ناجح؟ أكيد. هذه اللي رسالة من عندك. كان اليوم هواي اشوف شباب صغار يائسين، شباب صغار الان انه هم مستسلمين لاي شيء، ويقول لك انه اني هذا وضعي، او انه هو يلام على الحظ، وكلمة حظ انه هي هذه هي مغلوطة، يعني غلط. لان هي اول شيء ربك يقول لك اسعى وانا اعينك. انت اقول لك بهاي الكلمة، الله سبحانه وتعالى يقول وليس للانسان الا ما سعى، احنا يمكن فسرناها اسعى يا ربي وانا اعينك، صح ولا مو صح؟ شوف، اذا انت تظل قاعد بالبيت وانتظر ايهاب اني يدق علي الباب، وانتظر فلان يدق علي الباب، وانتظر ذاك يدق، انت ما راح تحصل على شيء. اشتغل. اذا ما تشتغل، اذا ما تضحي، اذا ما يعني احنا خلينا نقولها بالعاميه احسن، اذا ما تقتل روحك ويعني وتحس مثلا على شيء انت تريده ما راح تحصل عليه، يعني ماكو شيء يجيب سهوله بالحياه. بالحياه ماكو شيء يجيب سهوله. يعني هذا اللي قدامك هسه عانيت يا ما عانيت، ضحيت يا ما ضحيت، سويت اشياء يمكن قسما بالله اطلعت مرة الساعة 2 الظهر بهذا الجو، يعني يمكن درجة الحرارة هسه نصف الغليان، يمكن 50، والله 2 الظهر الصبح يعني الفجر طلعت مرة. شنو؟ انا عندي تارجت لازم اوصل هذا التارجت. فلكل مجتهد نصيب. اما اذا انت قاعد بالبيت وتنتظر اذا يقول عليك الباب، مستحيل راح تحصل على شيء تريده. اذا ما تجتهد بالحياه، اذا ما تسعى، ما راح يجيك شيء بالبيت. فانا هاي الرساله اوجهها من خلالك، يعني فكل شيء بالحياه نصيب، هذا الشيء متفقين عليه، بس نصيب بدون عمل اذا شنو؟ خطه بدون هدف، هي هاي. فهي هاي الحياه. انا عاجبني الباك جراوند الثقافي اللي عندك بصراحه، وعاجبني هذا الفقه الجميل اللي حضرتك انه انت اليوم انه جاي تتناوله من خلال البرنامج. وبالتالي اليوم معناته الكرة الرياضية هي بخير بوجود امثالك، هذا جايك على الانجازات والنجاحات. لكن انه خليني واسترسل، يعني كثير في اجيال اليوم انه هي جاي تتابع، وبالتالي انه احنا اليوم نشوفكم بس على الصورة ونشوفكم بالفوتو انه انتم
ناس حلوين تصورون نشوفكم بالمباراة، نشوف انه اهدافكم، وبالتالي افرح وياكم ويفكرون وياكم الناس، لكن ما نعرف انه هو شو الكواليس اللي انتم تمرون بيها. من كنت تشوف اللاعبين، وقلت لي ايهاب كنت اشوف 2007 وكأس آسيا، وكنت تشوف يونس، نشأت علي وكثير من الشباب اللي موجودين، اكيد انه راحت عينك انه قلت انه انيالهم هذول عيشتهم ورديه، وبالتالي انه هم اكيد انه حياتهم حلوه وماكو مشاكل، عكس ما دخلت للوسط وهي شفت اكو اشياء انت ما طرت على بالك، خفت، ترددت، انتكست، شفت شيء هو ما يعقل بالوسط الرياضي اول ما دخلت اليه، اللي كان تسمع اذنك شفته هو نصه اكذوبه، بالتالي انه هو عباره عن اعلام، والاعلام دائما انه هو بعضه للاسف انه هو يتوج ويخفي الحقائق. قل لي هنا باول مره. شوف يا حبيبي، الوسط الرياضي خصوصا احنا عندنا بالعراق هنا، يعني ممكن تطلع لي من الشكل العام وتخليه ايضا بيك، انا دا احكي عليك او احكي كل انا واجهت، قلت لك انا يمكن تكلمنا بالبدايه، انا واجهت هاي مطبع على الوسط اول يوم اللي دخلت اول اكيد. شوف انت يمكن كل مكان ما تلقى لك يعني الكل تحبك، مستحيل راح تواجه مثلا هيئه نفسه، اكيد لازم تكون مهيئ يعني انت لازم، بس الانسان دائما يكون نقي من داخل نظيف، فدائما يعني اول مره ياخذ الامور بسلاسه بسلاسه بسلاسه، بس هي على قولتهم طاقه عند الانسان، فمجرد ما يعني يوم يومين تحس اني ما يقدر، لان يعني كثره التراكمات عند الانسان فاكيد راح ينفجر. فتعرف في الوسط الرياضي احنا عندنا بالعراق شلون الغابه، يعني صراحه على ما اكون صريح وواقعي وياك ايه، فيمشي بيها بس القوي، بس الاسد اكيد يعني انت اليوم اذا ما تكون قوي، اذا ما تكون شخصيه قويه، اذا ما تكون، فالكل بشوف موجود، يعني يمكن النفاق موجود، الدجل موجود، الكذب موجود يعني، بس بنفس الوقت احنا كنا صادقين يعني احنا خلينا نكون واقعيين، يعني مو الكل، بس احنا نقول دائما الاشياء اكو اشياء سلبيه وبنفس الوقت اكو اشياء ايجابيه، فانت لازم تكون مهيئ للطرفين، يعني انت الاشياء الايجابيه تبني عليها والاشياء السلبيه تحاول ان تبتعد عنها نوعا ما، يعني انت ما تروح وتروح تنصدم مثلا ويا كادر تدريبي، او تنصدم ويا لاعب زميلك بالملعب، او تنصدم مثلا ويا عضو مجلس اداره، فمستحيل، فدائما احنا نبتعد من هاي الامور. وانا واحد من العالم يعني انظلمت كثير بدايتي، حاولت يعني ابتعد عن هاي الامور، بس سبحان الله اليوم الله سبحانه وتعالى دائما ينصف المظلوم، فالحمد لله. يعني من اللي كمش ايدك وكان هو العراب يعني كبدايه؟ اي كبدايه، يعني انا كبدايه بديت مع، قلت لك ناشئين البحري مع الكابتن حسن مولا، وجه له تحيه من وجه له تحيه اكيد. اي هو اللي يعني انا ما كنت العب قلب دفاع صراحه، كنت مركزي يلعب يعني مدافع يمين باك رايت، بعدين جابني العب ميدفيلدر ارتكاز، قال لي تعال لك بابا انت مو هذا مكانك، جابني خلني انا بهذا المركز وبنى علي. هو كان يعني هو اللي كشف لي صراحه يعني، واكو كثير من المدربين طورتني، يعني انا يمكن لعبت لي موسم واحد مع الكابتن حسن مولى، وانا كنت بعدين يعني درجت مع مدربين كثير، وكل مدرب عملت معه ابرزهم يعني ابرز المدربين اللي عملت معهم هو رامون دياز، كابتن سليمان البلوشي، عبد الوهاب والهيل، اسعد عبد الرزاق، عبد اليم ورور، ناصر طلاع، كثير كثير من المدربين يعني عملت معهم، يعني جزء اكو مدربين يعني انسى اذكرهم فاوجه لهم التحيه، كل المدرب عملت معه فهو ضاف لفت شيء. عينك راحت على اليمن، وين كانت موجوده؟ على اي نادي وانت تريد تصير به؟ واكيد لا تقول لي يعني اكيد الثوراء. هدف اي لاعب انا التقيت بيهم يقول لي ايهاب احنا اول ما هاي اللي هو التارجت الزوراء، الزوراء يكون انه لو يوم واحد العب به. شوف انت وين؟ انا يعني قصدك من جنة بالعراق؟ من بداية بالعراق اي، يعني انت دخولك وين كانت عينك؟ شوف انا من قلت لك من بديت من ناشئ البحري، بعدين للميناء لعبت، وبعدين رجعت للبحري مثلت الفريق الاول، فهنا هو حلم كل لاعب ان يمثل يعني قطبي الكره العراقيه، واربع قطوب هم اللي هو اللي نحكيها بالخط العريض، انه هو الطمع يزيد هنا انه تريد تلعب بالولاد. شوف هاي الاربع فرق تلقاهم اربع فرق بالهاي ليفل، يعني هم اللي هم الزوراء الجويه
الشرطة طلبة وظيف لك الميناء معاهم، يعني ميناء قاعدة جماهيرية كبيرة، فأنت لازم ترسم تارجت على هذول الفرق أن شلون توصل لهم. أنا الحمد لله يمكن بأول موسم إلي أنا قورت على 4 فرق ذول كلهم. أول موسم إلي مع نادي البحري في الدوري المحترفي، في دوري المتاسع ما كان هسه أنا صار دوري محترفي، أنا قورت على الفرق الأربعة كلهم. فالحمد لله يعني قلت لك كان طموحي أن أوصل هاي الفرق، بس يعني شو الله سبحانه وتعالى فتح لي باب أن خطيت خطوة يمكن اللي رحت لعبت يعني برا أفضل من هاي الفرق. قرب لك المسافة. قربت المسافة يعني أنا يمكن اختصرت الطريق. أنا رحت قبل من نادي البحري رحت محترف في الدوري الإماراتي، يعني أنا كنت بعدين صفنت يعني أنا لا لاعب بعدين يمكن ما لاعب منتخب، لا لاعب بالأندية الكبيرة، تروح قبل يعني في الطفرة كبيرة صارت بحياتي يعني وتغيير. ليش؟ أي هذا المجتهد. أنا يمكن تكلمت معك سابقا. لا لا لا، ليش ما أنه راحت عينك كمان أنه أنت تكون لحد هذا اليوم أنه أنت لاعب المنتخب العراقي الوطني؟ شوف أنا كانت لي دعوة من كنت في النصر ومن كنت بالفجيرة بالسعودية وكمان أنت بالإمارات. أي كانت لي دعوة للمنتخب الوطني يمكن سنتين، بس كان أكو بند بعقلي يمنع تمثيل منتخب. من قبل؟ من قبل النادي كان حاطة يعني النادي اللي كنت ألعب فيه. الدعوة من قبل الاتحاد؟ في اتحاد ومدرب، كان مدرب بزمن المدرب أد فوكات يمكن موسم قبل لا يستلم كاساس أد فوكات وبعدها استلم بتروفيش، كانت لي دعوتين للمنتخب وقلت لك كانت أكو بند بعقدي، وأنا تواصلت مع الناس بالاتحاد، كانت الهيئة التطبيعية موجودة، أوجه لهم التحية بقيادة أياد بنيان، كان المدرب مساعد مدرب كان رحيم كريم، فكنت أتواصل معه يعني دايركت، فهو يعني قلت لك كانت لي دعوتين وأنا اللي رفضت بسبب أكو بند بعقدي كان يمنع تمثيل المنتخب. فقلت لك يعني أنا رجع لموضوعي فاختصرت المسافات هواي يعني، بعدين أجيت يعني الحمد لله وقعت بالزوراء وصارت لي مشاكل، قلت لك ظرف العالي يمكن أنا حكيت وياك خلف الكواليس، فظرف العالي هو اللي خلاني يعني أنا يعني أنت عن تكمل إيه كنسلت عقدي مع الزوراء. أنا في بداية الموسم من جيت مع من الإمارات رحت وقعت في الزوراء، صارت لي مشاكل بعض المشاكل مع المدرب، وبنفس الوقت قلت لك أنا يعني ظرف العائلي فهو اللي خلاني يعني لازم أجي المدينة وللبصر، يعني هو الزوراء هو حلم كل لاعب، هي هذا الشيء متفق معاه وياه، بس قلت لك الظروف اللي صارت لي في بداية الموسم يعني خلتني أضطر أن أرجع للبصر. خليني أحكي لك أنا من الأخير، انت حضرتك اوكي اكو كان ظرف عائلي وانت بالزوراء وكان عندك مشكله كلش كبيره مع المدرب واضطريت انه انتو يصير اكو تلطيش بالكلام ما بينك وما بينه، تمام؟ وحين ما انا سويت عليك سيج قالوا هو انطرد. هو ده اللي شوف اسمح لي، انطرد من الزوراء او طردناه من الزوراء. ايه صراحة أنا كاليوم كمذيع يعني من أريد إنه أسمع إنه على أي لاعب يعني بما فيهم أيضا زميلك اللي هو علي حصني، يعني كمان إنه هو من صار عنده خلاف مع المدرب مالته وطردوه وبهذه مسمت إنه أنا انطرد طردته، يعني أكو إنهاء خدمات، أكو إنهاء عقد، أكو يابا ما عجبنا سلوكه، بس كلمة انطرد. شوف احنا بمجتمع يمكن نتكلمنا خلف الكواليس كثير، صح ولا مو صح؟ احنا سمعت باذني؟ اكيد سمعت باذني وايد ونزل مالشيت. شوف احنا بمجتمع دائما يعني يتجه للحالات السلبيه والكلام السلبي، يعني يمكن هواي وكثير من اللاعبين يمكن تفلشوا وتدمروا بهذا الكلام. يعني شو اللي استفزك من المدرب اللي هو وصل للامانه؟ للامانه شوف انا يمكن تكلمت طلعت مع زميلك حسين البهادي وتكلمت بالموضوع، يمكن تقدر اوجه له تحيه، ويمكن القصة موجودة كاملة يعني أنا تكلمت بيها بس راح أتكلم بيها مرة ثانية. أنا يمكن من جيت من الإمارات كان تواصلي مع عضو الهيئة الإدارية اللي هو أوجه له تحية كابتن كريم رزاق، فأنا اتفقت على كافة الأمور يعني المتعلقة وغير المتعلقة، استحقاقات المادية وغير المادية، فاتفقت على كل شيء. جيت وصلت أنا ووقعت العقد وكان يعني كلامه واضح الكابتن كريم رزاق، قال أنا جاي اتصلت عليك لأن طلب من المدرب. المدرب هو اللي هو حسام السيدة حاليا طلع من الزوراء لأنه حبته؟ لا لا مو شغلتي، هي أنا تكلمت قلت لهم هذا المدرب ما راح يطول 5 مباريات ما بيكمل، وفعلا هو المدرب يعني ما أريد أتكلم عليه يعني بأمور سلبية، الله يوفقه ويسامحه
أنا مو شغلة حوابتي لو شغلة هاي، لا بالعكس، بس كنا يعني كانوا هم يعرفون الوضع بس كانوا يعطونا فرصة يعني، ما كان يخدم الفريق الصراحة. والدليل يعني الزوراء شفت نتائجه من طلع المدرب من 19 مباراة هو خسران مباراة واحدة فقط. إذا يعني كان فرق كبير بينه وبين المدرب اللي جاء حاليا، وجه التحية الكابتن عصام حمد. فقلت لك قال طلب من المدرب أنت لازم تكون بالزوراء. حتى بوقتها كنت اتفقين على أمور مادية والعقد أعلى، بس بعدين من قال لي مدرب رايدك وهذا، وصار اختلاف بينهم، كان عقدي بالدولار، رجعت انه وصلت العراق، قالوا لي لا احنا ما، انت لاعب محلي فلازم نتفق ياك بالدينار العراقي. قلت انا ما عندي مشكله اعطوني مثلا نفس القيمه اللي نتفق ياكم بالدولار. قالوا لا عقدك هواي وكثير ولازم نتوقع عنا وهاي الامور. انا متفق وجاي من الامارات هناك هناك، فليش ما قلتوا لي وانا هناك؟ فكان عندي اكثر من اوبشن اروح لغير نادي على خلاص يعني، ليش ما قلتوا لي؟ فبعدين من كان صار المدرب رايدك بالاسم. شوف ركز معي ايهاب حبيبي، المدرب رايدك بالاسم خلاص. عمراتك يقولون الف عينه لاجل عينه تكرم، صح لو انا غلطان؟ فقلت المدرب رايدني زوراء، اسم كبير، جمهوره يستاهل، شفت ترحيب من الجمهور مو طبيعي يعني، مرحبين بي بيوم اللي انتشر الخبر في وسائل الاعلام وبالميديا يعني تليفوني ما سكت، من جماهير من محبين يعني للزورة تهاني. اي يعني قلت لك كان الامور يعني شفت المرحب بيه بشكل مو طبيعي. فانا قلت اوكي خل اسهل الاجراءات العقد وهذا، نزلت يعني نازلت يعني. وقلت لك مرات الانسان لازم يقدم تنازلات وتضحيات من اجل شيء يريده. خلاص الامور طيبه ووقعت العقد وانتشر بالوسائل الاعلام ونشروا هم في صفحتهم وكذا، الامور طبيعيه. فورا 3 أسابيع قالوا خلاص يصير تجمع للفريق والنادي وهذا، راح يبدي اعداد، فتره اعداد يعني البري سيزن، فيبدي اوكي ما عدا. فانا التحقت بالفريق ببغداد وهذا. شوف اليوم احنا على قولتهم اصحاب خبره بهذا المجال، كون احنا يعني ناس مختصين كرياضيين كلاعبين محترفين برا. اي محترفين. شوف اليوم من اول يوم يعني تشوف انا انت ما مرحب بك. أنا تفاجأت يعني من قبل المدرب يعني للأمانة، المدرب من أول يوم اللي جاء يعني لا أجلس ولا فراي، لا أجلس أتكلم معاي، لا أجلس يعني حسسني باهتمام. واحد زين أنا مو لاعب مثلا صغير أو لاعب شاب أو هذا، أنا جايك من دوري يعني من دوري محترفين، من دوري الإمارات يعني دوري كبير ودوري مشهور بالمنطقة ودوري ما شاء الله الأضواء وتسليط الأضواء كلها علي. يعني أنا ما جايك مثلا لاعب شاب ولاعب مثلا استوى صاعد وهذا، عبد ما تعاملني بمعاملة مثلا مو هيك مو طيبة. فقلت لك لا شفت التعامل زين، لا اهتمام، ما أجي سولف معاي ولا ويسولف مع لاعبين. أنا قلت خليني ما لي علاقة بيك خلاص، يجوز هذا أسلوب المدرب، لأن يعني تعرف أنت كمدرب ولا شخصيته ولا أسلوبه، فما ممكن كل المدربين يعني يجون نفس الطابع. لا 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 كل واحد يختلف عن الثاني، كل من وجهة نظره. فقلت ماكو مشكلة. فمر أسبوع على الوحدة التدريبية بدايتها، فقالوا لكم معسكر تدريبي في دهوك. فرحنا نفس التعامل، ما تغير شيء ولا تغير 1%. ليش تم انتهاء عقدك او خدماتك بسبب مشكله مع مدرب او نادي؟ فقالوا لكم معسكر تدريبي في دهوك. فرحنا نفس التعامل، ما تغير شيء ولا تغير 1%. كانت عندنا قالوا نهايه الاسبوع، هذا الاسبوع الثاني اكو مباراه وديه. قلت خلينا بعد احنا اللاعبين وين يشوفهم؟ يشوفهم بالمباراه الوديه اكيد. توقع يعني لعب اللاعبين كلها، انت شلون تشوف اللاعب؟ يعني انت اللاعب اذا ما تشوفه مثلا بالتدريب اشوفه من مباراة الودية، غير على هيك تستند على اللاعب، فانت تستند على اللاعب هاي الاشياء، صح لو مو صحيح؟ فيلعب اللاعبين كله، يلعبني انا 5 دقائق. انا قلت خليني اروح اتكلم معاه بعد، ما ابي كل مجال مباراه وديه جربوا اللاعبين كلها، انا تلعبني 5 دقائق، ايش راح اشوف من عندي وانا كمدافع؟ يمكن حصلت كره واحده بس فرصه المباراه. راح اتكلمت معاه، السلام عليكم. السلام كابتن، شنو الموضوع؟ انت جيت ما شفت
ما شفت من عندك اهتمام، لا سولفت معاي، لا شو اسمه. قال لا انا بالعكس مهتم كل اللاعبين. قلت له بس يعني كلامك ما يدل على هذا الشيء. هذا الشيء يعني ما شفته بعيني انا. يعني تكلمت معك معي كله وجيت ما تكلمت معي، لا اهتميت بي لا سولفت. لا قال لا تلزيني شنو اليوم مباراه انت تلعبني خمس دقائق. الحكي انا اخذت اذن من مدير الفريق يلا راح تكلمت معه. قال لي عندنا مباريات راح نرجع لبغداد، عندنا مباريات وراح نعطيك فرصه بين. قلت له اذا ما تريدني قل لي على مود انا خلاص اتنازل على قيمه عقدي وهذا، لان انا جاي هنا انا مو لاعب شاب على مود اجي اخذ فلوس واروح. انا ما جاي على مود ماده، انا جاي على مود امثل هذا الشعار، ناس ثقت بي. ومن جيت قالوا المدرب يريدك بالاسم. قلت له مو تدري؟ قال لي انا اريدك صح. شنو اللي اختلف هسه؟ انت ما شفتنا اسبوع. قلت له اسبوع واحد والاسبوع كان بدني، يمكن انت اذا عندك خبره بمجال في الرياضه فالاسبوع يكون بدني يعني ما يشوف مثلا لا يختبر لاعبين بي ولا شو اسمه. فبدايه اعداد يكون بدني يعني يعيد لياقه اللاعبين باسرع وقت. قال راح نرجع لبغداد. قلت له اذا ما تريدني قل لي. قال انا هرجع لبغداد واكو مباريات وراح انطيك مباريات تلعب. اوكي ما عندي مشكله. رجعنا لبغداد يعني يمكن تمرنا يوم يومين صارت المباراة. قبل المباراة بيوم ودع علي قال أنا فكرت بكلامك وإذا تريد تطلع تطلع أطلع. زين إيش قلت شنو فكرت بكلامي شنو أريد أطلع أطلع. زين الأندية كنا مكملة يعني كان عندي عرض من القوة الجوية، كان عندي عرض من الطلبة، كان عندي عرض من الشرطة اللي هسه حاليا بطل دوري هو. قلت له الأندية كنا مكملة والوضع متغير، الانتقالات قربت يعني تسكر، لو انا اروح انا زين هذا باب رزقي ورزق عائلتي. انت هسه تقول لي زين ما قلت لي بدايه موسم بدايه الاعداد. قال انت قيمه عقدك عاليه واحنا جبنا لاعبين يعني ادنى منك بقيمه العقد. فانا مشكلتي انا ما بوقع معاك انت، انا بوقع مع اداره بوقع مع كيان. هذا هاي الاشياء يعني مفروض أنت تتكلم بيها كمدرب، تتكلم بيها الإدارة. فللأمانة يعني كان موقف الفلاح كابتن فلاح حسن أوجه له التحية يعني كان موقف إيجابي معاي. يعني قلت له شنو وصلكم لل يعني مناطشات بالفينال؟ قال لي خلاص يعني لازم تشوف لك حل. قال لي إحنا ما راح نخليك تجي، لازم نشوف لك نادي أو تبقى تتمرن مع الرديف. حمد تجاوزتوا على بعض؟ لا 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 للأمانة اللي وصلوا واللي كانوا زملائك اللي موجودين. لا للأمانة لطش بالكلام. منو؟ لا من اللي بلش يلطش بالكلام، أنت ولا المدرب؟ شوف أنا قلت له للأمانة ما نجاوزنا، بس قلت له أنت ما عندك إنصاف وما عندك عدالة. بس أنت لو تكون عندك عدالة وإنصاف يعني مثل ما انطي زملائي اللاعبين فرصة تنطيني أنا فرصة وأنت تتصرف. لا للأمانة يعني أكو ناس موجودين كان الكابتن. لا أريد أقول لك اللي وصل اللي موجود ممكن ما يشاع يعني هو صحيح. فالإعلام دائما يعني يركز على الأمور السلبية. لا هاي مو الإعلام اللي كانوا وياك. لا اللي كانوا موجودين هسه هم موجودين حي يرزق يعني الكابتن أبو أزاد وكريم رزاق وفلاح حسن والمدرب موجود. مو هذولا مين موجود؟ اللاعبين وياك؟ لا اللاعبين ما موجودين يعني كنا في غرفة مغلق احنا كنا اربع اشخاص. اي بس اللي سمع مشكلتك انا يعني وصلتني مو من المدربين، وصلتني من اللاعبين. اللاعبين الجزء هذا يقدر يتصدى بالماي العكر. فانا بالنسبه لي قلت لك لا صار بيناتنا صراخ ولا صار بالعكس. يعني انا اتفهم انه اوكي وجهه نظر جوز تغيرت كانت مبنيه على شيء وهسه رجعت اختلفت. كلمه انطرد شنو؟ هاي بس عندنا هنا في العراق. اي قلت لك ما شنو هي؟ انا بالنسبه لي مو انطردت، انا اللي طلب. انا كابتن فلاح حسن والاداره الناس اللي معاك انا كريم رزاق ابو عزاد شاكر الجبوري كانوا متمسكين للامانه. قالوا انت موجود في النادي، عقدك موجود في النادي، انت موقع مع النادي ما موقع مع المدرب. ان انت تريد تبقى ابقى، بس تتمرن على الرديف لما المدرب يطلع المدرب شو اسمه فانت ترجع الفريق الاول. كلمه انطردت او هذا مطرود؟ حيجز الجمهور نشرها او حزت بخاطرك بعد انه هذه النجاحات انا ابن العراق وبالتالي اكيد اكيد انا جاي امثل بلدي. شوف انا يعني وصلت مرحله ان انا العب خمس سنوات في الامارات والعب مع مدربين مع اقامات تدريبيه عاليه. يعني انا اليوم من العب في نادي مثل النصر الاماراتي يعني مو نادي هين يعني من يجي مختار لاعب طبعا يعني او العب مع الفجيره او العب مع دبل الفجيره ومع دبل الحسن. فذولي مو يعني
يجون يختارون لاعب يعني عبث لو شيء أو بدون ما يشوفونه، عندهم لجان فنية، عندهم ناس مختصة، عندهم فأكيد يعني أنا اليوم من يجون مثلاً جيت أنا للزوراء المدرب كان باني علي وبعدين وجهة نظر على شنو مثلاً اختلفت، جزء كان عقدي عالي أو استكثروا عليه نوعاً ما، فقلت لك نوعاً ما مو شرط استكثروا عليه بس قلت لك كان موقف الإدارة إيجابي معه، بس موقف ال عدوك ابن كارك محمد أكيد شنو خليه أحسن. لا سألتك سؤال ايه؟ عدوك ابن كارك طبعا أكيد طبعا شنو أكيد أكيد هو العدو لازم يكون من عندك وبيك شلون مثلا منين يكون عدوك مثلا إيه أكيد لو بمجالك لو بالناس المقربين عليك إيه طبعا أنا بالنسبة لي يعني إيهاب حيرني يعني كنت أشوفه مثلا اللقاء مع الفنانين والزملاء كثير فما توقعت أن جاي معلومات كثير عنه يعني خصوصا يعني السؤال اللي كان خلافي مع نادي الزوراء فكان أكيد سؤال شوية فاجئني به بس كان محضر لي زين ما شاء الله عليه أخذني حاصل فاصل حتى ما خلاني أكل هسا راح أكل وأشوف إيهاب وين راح يروح. ليش ما انطرحت عليك السؤال؟ أنت امتنعت عن الإجابة. حاورت مرة بلطيفة تونسية فمن ضمن الحوار فقلت لها بس خلينا ناخذ فاصل. قالت تعرف إنه أنا كل لقاءاتي أحب المذيع من يقول نروح فاصل. تتوقع الفاصل اللي بالحياة مهم جدا بالنسبة إليك إنه تاخذ فاصل بحياتك؟ أكيد بدون شك. فاصل من شنو؟ من كل شيء. مرات الإنسان حتى يسوي نريد ينعزل. انعزل عن كل شيء عن السلبية والإيجابية يبقى الواحد يمكن خلف الكواليس تو قلت لك أنا أحب أروح عن يعني البانكوك على مود أعتزل العالم أي فدائما يعني الفاصل مهم وضروري بالحياة أن تأخذ لوحدك سوي سيرش للذاكرة تعيد ذاكرتك تعيدها مرة اللغة تبحث على أشياء جديدة على مود ترجع تنهي روحك لأشياء جديدة و وتبحث عنها أحسن وأفضل. اضطريت مرة من المرات إنه أنت تشرب قهوة عند أحد وقلت له اقرأ لي الفنجان أو ربما تشوف بالفنجان. والله بالأمان أنا ما أؤمن بهاي الشغلات. لا أنت أقول لك اضطريت. لا ما اضطريت مرة. ما اضطريت. إيه. تقدر تجرب هسه أستوي الفنجان. لا لا دا أسألك لأن مرات إنه هي تصير إنه يقول لك إنه حب الفضول أرد أعرف مو العالم المخفي هذه غيبيات رب العالمين لكن إنه هي مرات ما هي فور فن إنه بس أكو ناس تروح أنا قلت لك ستوري ورؤساء فعلا أنا أتفق معاك بس قلت لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلات فلذلك أبتعد عليها حتى تشوف المستقبل بإذن الله لا أنت ما إحنا كلنا ما نعرف شنو مستقبلنا هو طول المستقبل هو بيد الله سبحانه وتعالى دائما خليك مطمئن خليك مطمئن ولا تدور على الزايدة والناقص ما طول أنت بيد واحد اسمه الرحمن الرحيم بيد الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم فأنت دائما لا تخاف من المستقبل هو بيد الله سبحانه وتعالى تشرب القهوة دائما سادة ولا تضيف لها سكر لا أشربها دائما يعني وسط أي. يعني تضيف لها سكر إيه مثل بيت إيه هي تسمى وسط وسط بسمية وسط وسطنا وسط الوسط اللي أنت بي وسط ولا مثل هذه مر لا مثل هذه وأمر بعد مستحيل وسط الرياضي جزء ما متعمق بإيهاب حبيبي بس وفق ما أمر من هذا ويمكن راح إن شاء الله تحاور هواي رياضيين وراح يقولوا لك نفس الكلام ما راح يقولوا لك يعني ما راح يجوز يختلفون إياي سوى كامي 1% وسطنا مثل هاي الكوفي وامارك أكيد كابتن كرة القدم فعلا اليوم صارت دولة بها رئيس بها برلمان بها وزراء بها نواب بحجم اللي دن نشوفه اليوم حال اليوم السعودية وقطر والإمارات ويشوفون انه هي هذه دولة شوف كرة القدم صارت واجهة يعني كل بلدان العالم يمكن جاي يشوف لحد البارحة انت شاهد مباراة تركيا وهولندا موجود الرئيس التركي أردوغان مع زوجته وعائلته وهذا يشاهدون مباراة تركيا وهولندا فكرة القدم صارت واجهة
وصارت كل الرؤساء وكل القادة وكل النواب وكل هذا أن يتجهون لهذه البوصلة، لأن هي يمكن اللعبة الشعبية الوحيدة اللي عليها هالزخم الجماهير الكبير. يمكن من خلالها حاولوا نواب يطبون على الخط أن يصيرون رؤساء أندية على مود يكسبون ود العالم، حاولوا شخصيات بالحكومة أن يطبون على الأندية على مود يكسب الجمهور وعلى مود يستفاد من السياسيين. هو الأندية حتى عندنا صارت في العراق يمكن الفترة بالآونة الأخيرة صار كذا مثلا شخصيات الزعماء إيه صارت كذا شخصية يعني اتجه أن يصير رئيس نادي على مود مثلا يكسب أصوات بالانتخابات وفشل يعني منه. ما انت ما طول ما انت مو اختصاصك هذا الشيء. ليش مثلا هسه احنا تحياتنا للكابتن عدنان درجال نجح، ليش؟ ان اختصاصه يمكن هو السنه الماضيه كان رئيس وزراء رئيس هو وزير شباب الرياضه، كان لاعب غرتي هو كان وزير شباب الرياضه اللي صار رئيس اتحاد. هسه ما شاء الله رياضتنا الكل تكاتف من رئيس من رئاسة وزراء من رئاسة برلمان من وزارة شباب الرياضة من لجنة أولمبية من اتحاد الكل متكاتف، والدليل جاي يشوف من تتكاتف يتكاتفون جميعا هاي نتائج المنتخب، هذا شكل المنتخب، هاي العالم. يعني يمكن أي واحد يدخل العراق يشوف يحس العراق مختلف، يعني ليش كذا تكاتف؟ سابقا قبل لا يجي الكابتن عدنان درجال لا كانت يعني لا دعم من الحكومة للاتحاد، لا دعم من الوزارة، إيش أكو شرخ كبير بين بين الاتحاد والوزارة والأولمبية. هسه من تكاتفوا فدائما هو الجروب الواحد والمجموعة فأو الله سبحانه وتعالى يوصل الجماعة فدائما تحصل على نتائج، وهاي نتائج جاي يشوف الأولمبي بعد كل منتخب الأولمبي يروح لباريس، منتخبنا صعد نهائيات تصفيات كأس العالم وراح يلعب بعد كم شهر تغير، فتغييرك جذري. فاليوم في كل مكان اذا تعاملت هو مو احنا شنو قلت لك، انا بديت قلت لك ما طول اكو دعم حكومه يعني يمكن لا هي بها اوريدي انكم كره القدم الفوتبول حب العالم كله ماكو، اذا ماكو ماده ذيك الفتره كان ماكو دعم زانيات، يعني ذيك الفتره ما كان اكو دعم حكومي بنفس هاي الفتره، ذيك الفتره يعني ما كان يدعمون مثل الاتحاد مثل ما يدعمها هسه رئيس الوزراء يعني محمد الشيع السوداني للاتحاد الحالي، يعني داعم بشكل كبير. يمكن انت راح تجوز تسوي لقاءات مع الناس المختصه يمكن وراح يسولفوا لك على الدعم من الحكومه اللي دعموها هاي السنه. لا اكيد، شوف هي مؤخرا شفنا الزعامات والاحزاب والساسه ان هم مهتمين بلاعبين كره القدم، وعلى سبيل المثال السيد مقتدى الصدر حينما ايضا بعث على اللاعبين وانت حضرتك شفت، وكانت انه كان اكو ايضا مشهد طريف ما بين السيد مقتدى وايضا قوقيه اللاعب، وجه له التحيه، انا كلش احب وجه له التحيه حسنا، يعني يمكن انه هو على القلم انه حد، فانه تشوف انه اليوم لا اكو تكاتف، يعني تكاتف بهذا الموضوع. خليجي 25 نقله نوعيه بسمعه كرة القدم واحترافية لاعبين العراق بكرة القدم وملاعبنا اللي موجودة، ورسم خط أمان واطمئنان في العراق اللي حسب ما بعض الوسائل الإعلام أنه هي كانت تشوه الصورة أنه ما في شوارع، ما في بنية تحتية، ناس أنه هي مش كريمة، انفجارات واختطاف وما أعرف إيش. من إجا العالم كليته هنا في البصرة تماما صار العراق صورة عالمية بالصحف ومن خلال التلفزيون ومن خلال اليوم الراديوهات برا، قبل لا يكون انه هو غيرت. شوف للأمانة الكم قبل المجتمع والعراق، خليجي 25 غير تغيير جذري بخارطة العراق بأكمله على كل المصنفات كل المجالات الرياضية، البنى التحتية، مجالات يعني من حكومة من رأسة من قادة من كل شيء. يعني للأمانة كان الإعلام يعني كثير ظالم دولتنا يعني وشعبنا كثير ظالمنا. يعني رح أسأل سؤال خطر وعليك أيضا تركز عليه، كان في السابق حينما الشخص يراود تفكير الموت فكان أنه هو يوصي بوصية تمام
احنا اليوم صرنا انه كثير من عندنا كون انه احنا بزمن الميديا وانت اليوم على السومرية وبعد 100 سنة حلقتك موجودة على اليوتيوب. فسؤالي إليك، هل عندك شخص يؤتمن على الوصية؟ ووصيتك شنو راح تكون فحواها؟ توصي بمنو وبشنو؟ وتفضل على كامرتك، بس قبلها من اللي راح يؤتمن على وصيتك؟ اختار لي. الوصية وعد وأمان. الوصية وعد، وانا يمكن كاتبها صراحة. ايش كاتب؟ اني يعني نوعا ما ذاك يوم كتبت، ما اقول لك وصية، بس كتبت لخصت اكو نقاط عندي لخصتهم وحطيتهم عندي بالتليفون، يمكن هسه بالتليفون موجودات هم. ان خلاص انا لازم اسد هذا الموضوع لانه شوي يألمني الصراحة. ليش؟ يألمني. خلاص. أنا ما راح أجاوب. وأنا طفي كاميراتي. ما شاء الله إيهاب يعني ما خلى شيء ما سولفه وما خلى شيء ما قرأ أفكاري بي، يعني خصوصاً ومشاعري كانت الحقيقية يعني وللأمانة وأول مرة أشوف روحي هيك أنا. فكانت مشاعر صادقة يعني خصوصاً السؤال الأخير كانت في، وطبعاً أكيد أكثر شيء تعبني هو سؤال الوصية. يعني أنا كنت كاتب وصيتي وما أعرف شلون قرأ أفكاري وسألني هذا السؤال، فأنا أهني على هذا السؤال. شوفكم على خير. كابتن محمد نورت السومرية وسليبرتي، وأقدر أقول من أحلى الحلقات اللي صورتها في العراق. شاب مهذب محترف، عندك باكراوند ثقافي كبير وواسع. هذه الأوسمة والنجاحات والاحترافات وهذه اليوم التبريكات إليك من داخل العراق وخارج العراق ما إجتي من فراغ، جتي من تعب وسهر وحتى من خلال أكو اجتهاد هو يكون نفسي وجسدي وحتى من خلال هو يكون معنوي. أنت ناجح وأنت ناجح في مكانك، وأتمنى لعائلتك دائما الازدهار وحتى هذه النجاحات اللي تتحقق على أرض الواقع. نورت السومرية وسليبرتي ودلتقي على خير.